النهارده الحركة العمالية بعد الإطاحة بسلطة الإخوان المسلمين واستيلاء السلطة العسكرية أو المؤسسة العسكرية على السلطة، حصل انخفاض حاد في معدل احتياجات الإضرابات العمالية والاحتياجات العمالية في الآخر 6 شهور الأخيرة. يمكن 3 شهور اللي بيسبقوا 30/6 كان متوسط الإضراب بيوصل ل 900 احتجاج في الشهر. النهاردة آخر شهر أغسطس الماضي وصل عدد احتياجات إلى 100 إضراب عمالي. ده بيقول لنا قد إيه حصل انخفاض حاد في احتياجات الطبقة العامة المصرية، وده بيرجع لعدة أسباب، منها أولا المذابح الدموية اللي ارتكبها العسكر في حق جماعة الإخوان المسلمين في محاولة منه لتخويف جماهير الثورة وتخويف القوى الاجتماعية ومنعها من الاحتجاج، سيطرة الدبابات على الميادين والشوارع ومحاصرة المصانع، عمليات الفصل التعسفي الواسعة التي يقوم بها رجال الأعمال في الفترة الأخيرة تحت غطاء من الشجاعة أخذوه من السلطة العسكرية الحاكمة، عمليات فض الإضراب بالقوة اللي بتمارسها السلطة العسكرية طول الوقت مع العمال، وقرارات الإدارية التي تهدد وتخوف العمال والموظفين في الفترة الأخيرة. بالنسبة لي الاحتياجات العمالية في اللحظة أو في الفترة الأخيرة كانت بتتمثل بالأساس حوالين عودة العمال المفصولين إلى أعمالهم، احتياجات متعلقة بعودة الشركات التي تم خصصتها وقت مبارك إلى الدولة مرة أخرى، وهناك أيضا مطلب دعائي ومرفوع طول الوقت من العمال، حتى يعني مطلب الحد الأدنى للأجور، حتى إن الحكومة صرحت في الفترة الأخيرة بأنها تنظر في تطبيق حد أدنى 1200 جنيه في يناير القادم في محاولة منها الاحتواء الغضب ومنع الحركة العمالية من التحرك ومحاصرتها للسلطة العسكرية. يمكن في الأسابيع القليلة الماضية بنشهد عودة مرة أخرى للإضرابات العمالية، شفنا انتصارات جزئية وانتصارات مهمة للحركة العمالية في المحلة وغيرها من الأماكن، وتراجعت الدولة عن الهجوم نسبيا، وده بيؤكد انه في مساحات لصعود الحركة العمالية خلال الفترة القادمة مع عودة مرة أخرى الحياة السياسية، عودة الاحتياجات السياسية إلى الميادين، أدت إلى تشجيع قطاعات من العمال إلى الاحتجاج وتحدي السلطة العسكرية.